اعتقاد ما عرفش سيدة نجيد توافقني فيه ولا أنه يعني عندما نتحدث عن القرن الموسيقي العربي هذا القرن العشرين الأسماء معروفة وواضحة، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، فريد، يعني الأسماء واضحة، يعني ليس هناك صعوبة في الاختيار. أنا عندي اعتقاد أنه الأسماء الكبيرة، الإمضاءات الكبيرة هي مخلوقة لكي تكون كبيرة. يعني الفنان صحيح هناك الحكمة وهناك الاستماع وهناك الإنصات والتعلم والتفكير، ولكن يعني الفنان الكبير خلق لكي يكون فنانا كبيرا. أنا معاك، لأنه هو بيكون طفل ولو اتوجد في قدام فنان كبير موجود بيقدر يقول لك ده هيكون كذا، يعني ممكن يتوسم فيه ده فنان، طفل ده فنان. فأنا معاك أنه هو بيكون فنان طفل، بعدين بيكبر مش هباء كده، يعني بيكبر على كل سلمة فنية، يعني بيكون كل، نقول لو فيه هو معمول من قطع، فكل قطعة بتكون خبرة من فن موجود قبله، لأن ما فيش حد بيطلع كده لوحده يعني. صحيح. طيب سيدة نجيد، أنا عندي سؤال نحب نطرحه إن شاء الله تجاوبني عليه. هنتحدث على صعوبتك يعني في التلفزيون، صعوبة التعامل مع التلفزيون وعدم يعني الرغبة الكبيرة هذه في الظهور أمام الأضواء والميكروفونات والمصورات الفوتوغرافية. أنا عندي سؤال شخصي، أنا ما عنديش إجابة ليه شخصيا، لماذا قبلت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة هذا الحوار؟ والله أنت هو أنت طلبت مني الحوار ده في وقت كان بالنسبة لي وقت فرح شديد، أنت طلبته في الحفلة. توفيق من الله. الحفلة لما كان الوسام بيتقدم لي أنا كنت في المفاجأة وكنت سعدت بيه، وأنا والجمهور كنا فرحانين إحنا الاثنين، وكنت وقفت ساعتين ونص يعني مجهدة كمان، فأنت جيت في اللحظة اللي أنا مجهدة فيها وطلبت، ولما طلبت أنا وعدت، وإذا وعدت خلاص. بس أنا بيني وبينك قلت أرجع في الوعد إزاي؟ لا مش ممكن أرجع، لو في سبب، لو في طريقه ارجع كنت رجعت، بس لا الوعد مش ممكن. ولكن مش نادم على يعني انت خدت وعد مني في ظرف انا فيه ضعيفه. وماكش نادم على وعدك؟ لا والله. لا والله انا حبيت ان انا فعلا اتكلم، وحبيت ان انا اتكلم كتير قوي على المشاعر الطيبه، المشاعر الكبيره، مشاعر رئيس دوله. أنا بشعر أنه تقدير كبير للفن ومشاركة للفنان. والحقيقة أنا فوجئت، وفي نفس الوقت حسيت أنه إن أنا بين فنانين بما فيهم يعني على رأسهم رئيس الدولة فنان، لأنه أنا اتقدم لي ده على المسرح، واحلى حاجه عندي هو المسرح. هو اول مره يحدث بين قوسين. اول مره تحدث، فكانت مفاجاه، حتى الجمهور كانه بيحتفل معايا بعيد ميلاد يعني. فعلا الجمهور انا حسيت بفرحه، فرح معايا جدا وقدر ده جدا، وكلنا حبنا زاد، وحب الجماهير حسيتها كده كبيره قوي قوي، وتقديرها لرئيس الدولة رئيس الجمهورية يعني مش عارفة أوصف لك إزاي، يعني فعلا كانت لحظات أنا بقدرها، ويعني مش ما تتنسيش، يعني لحظات جميلة في حياة الفنان.
انه يتقدر وبيتقدر على المسرح. يعني اول مره تحصل لي انا في اوسمة خدتها، لكن خدتها في الوضع الطبيعي، لكن وضع بروتوكولي وضع غير رسمي غير متوقع. وكان في يعني فرحته كبيره كبيره كبيره، حسيتها مش لوحدي، حسيتها بالجمهور التونسي كله. فدي كانت مشاعر طيبة. وانت جيت في الوسط هنا ورحت طالب البرنامج. انت حدثتني على الجمهور. الجمهور يعني في السهرة الثانية خاصة بشكل خاص يعني كان جمهورا استثنائيا. وانت سيدة نجاة يعني عندك علاقة، يعني نحسه احنا كتوانسة انها استثنائية مع تونس. احساسنا صحيح؟ تمام تمام. يعني وضع تاني، وضع تاني. انا باجي هنا للي بيحبوني، للي بيحبوني تحت اي يعني أه. يمكن لو انا واقفه من غير ما اغني هيحبوني اكيد. فعارف الطفل اللي بيروح للقلب دافئ. للقلب والدافئ والحضن الدافئ والتصريح بكل شيء بالحب. يعني في حب متبادل بيننا. ما اعرفش ازاي قدروا يخلوني وقدرت اوصل لهم وقدروا يوصلوا لنا. يعني بقينا بنعشق واحد. بعض انا اعشق ان انا اغني له وهو يعني بيسمعني بقلبه. يعني طبعا بيسمعني بكل حاجه لكن بحبه بقلبه. يعني بيسمعني بحاجات تانية كمان، مش بس صحيح. مش بس في الميكروفون وكده، لا لا. ولكن سيدة نجاة يعني نتحدث عن الجمهور، الوضع الموسيقي تغير في العالم العربي وأنت عايشتي يعني أجيال من المستمعين ومن الفنانين. الأغنية تغيرت، الأغنية العربية والساحة الموسيقية تغيرت والجمهور العربي أيضا تغير. هل تعتقد نجاة الصغيرة أنه هذا الجمهور مازال عنده الاستعداد لكي يستمع إلى القصيدة الجميلة وإلى الأغنية الجميلة في زحمة هذه الانتشارات الكثيرة التي نراها اليوم؟ يعني مازال عندك أمل في الجمهور العربي بصراحة؟ برضو هقول لك فكرتي إنه الجمهور اللي بيسمع كويس وبيقدر وفنان موجود وموجود ما فيش شك، لكن ما يتوجدش في أي مكان. إذا لقى المستوى الفني اللي يليق بيه بيطلع بيخرج من بيته ويروح يتوجد في المكان المناسب. الجمهور زي الفنان المناسب اللي هو بيحافظ على مكانته، الجمهور كمان بيحافظ على مكانته. يعني الفنان اللي يقولك لا أنا ما روحش هنا، أنا هنا مناسب هنا غير مناسب، الجمهور بتاعه بيطلع. يعني أنا في حفلاتي أنا شفت جمهور يختلف خالص عن يعني الجماهير الأخرى. يعني بشوف جمهوري، أنا بشوف جمهور بتاعي، فهو موجود. الجمهور الفنان والجمهور اللي له مكانته اللي عارف يعني فاهم بيطلع للحاجة اللي تستحق. كمان احنا مش عايزين نهضم حق أي حد. يعني كل عصر فيه في حاجات كتيرة في كده وكده، كل عصر. يعني زمان برضو كان فيه أيام العظماء دول كان فيه حاجات نص نص. أما هذه اللي اليوم مش نص نص، هي تحت تحت. على حسب على حسب حتى دلوقتي يعني لو قلنا حتى الفواكه فيها ابتدوا يحطوا لها حاجات. صحيح. فأنا عايزة أقول إنه لا، موجود الجمهور الجيد موجود، لكن عاوز فن جيد يقوم يروح. لما بتشوف فن غير جيد بتلاقي عنده الجمهور بتاعه، ده موجود. يعني الحاجات دي كلها واضحة جدا زي الشمس. هو قليل لأنه ما بقاش في فن، يعني قصدي الفن قليل فالجمهور كمان يعني. ولكن موجود، كل شيء موجود. وبعدين ممكن أو يطلع كل فترة بتجيب ضروري، زي ما زمان كان
في كذا في حاجات لا غيره وغيره ضروري ان شاء الله في المستقبل ضروري. بيبانوا مثلا 1000 شخص بيطلع منهم في الاخر 10 ضروري يطلع حاجه. 10 باهين اليوم لسه يمكن هيطلع يعني انا ما اعرفش ما توقعنيش. لا 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 نسال لانه تحليلك هو تحليل متفائل وانا يسعدني لانه لا يدفعني للتفائل. لا والله في كتير وفي فنانين وفي من كل الاصناف يعني في الملحنين في ملحنين كويسين في الكلمات في بس لسه استنى عليهم شويه لازم ياخذوا وقتهم ياخذوا خبرتهم ياخذوا لانهم يمكن ما عاشوش ايام العظماء اللي ممكن هم ياخدوهم كدراسه يعني يدرسوا منهم ما عاشوش دي فهم لازم يتعلموا لوحدهم كده. حب نسمع غنية معك انا غنية حبيتها برشا والناس حبوها وحفظوها لا تنتقد خجلي الشديد. لا انا كمان بحبها ضميني للناس والله انت تحبها. بحبها. عندك اغاني تحبها اكثر من اغاني اخرى بصراحه؟ ما فيش شك يعني في درجات لكن ما فيش حاجة ما حبهاش وغنيها. أكيد. لا لكن هما في درجات ضروري. ممكن تحب أغنية أكثر ما فيش شك تحبهم الكل ما فيش شك. في حاجات بتبقى متكاملة بتتولد كاملة في حاجات أغاني أعمال فنية بتكون ما فيش حل إنها تكمل يعني تجيب 10/10 صعب فبتكون 9.5/10 9/10 لكن بتكون كمان كويسة بيكون ليها لكن في بتبقى مظبوطة من جميع النواحي بصلها كده ودي بتعيش بقى مثلا 30 سنة 50 سنة 100 سنة بتعيش يعني النهاردة لما بيسمعوا مثلا لما حد النهاردة يطلب ساكن قصادي طيب ازاي الساكن قصادي تعيش 35 سنة وتطلب النهاردة إزاي يظنوا دي أعمال متكاملة اسمها يعني لا ينقصها الكلمة والصنع والفن والموهبة والإحساس والقدرة على الجمل القيمة اللي ليها مكانتها والجديد أياميها ما زال جديد النهاردة يعني بيظل العمل المكتمل يظل يعني ما يفوتش عليه السنين ويقدم لا صحيح. بيفضل زي ما هو ده دليل على انه ده عمل مهم يعني العمل اللي يعيش كتير ده كده انما اللي يتشهر بس وبعدين تزهق منه بيكون ناقص كتير يعني ما بيكونش متكامل ولي ده منقوصا يعني ما بيكونش متكامل طيب لا تنتقد خجلي معلش تحب انت الحب هذا لأنها متكاملة أنا أقول لك قل إيه؟ هي فيها شوية أنانية يعني أنا طبعا نزار ده أول واحدة أنا غنيت له يعني أول أصبح حمودة هذه الأيام هو كان نزار. كان نزار كاتب يعني شاعر فقط وما كانش يتغنى له حاجة صحيح فأول حاجة كانت أيظن نزار عالم من عالم الفن يعني من شاعر كبير حبيت ان يكون يعني في ست سيده ليش لا وبعدين سيده فعلا انا حبيت كلماتها دكتوره سعاد الصباح حبيت كلماتها ولقيتها منفرده بكلمات حلوه يعني كلماتها حلوه في مناخها ما اعرفش يعني الانثى وهي بتقولها تحس بالراحه تحس بالحنان تحس ما اعرفش تحس بالحقيقه تحس بالبساطه انا حبيت كلماتها قوي وقلت يعني يكون في كمان يعني شاعره مش معنى كلهم شعراء رجاله